هنعمل صينيه كفته بالطحين. عندي نص كيلو لحمه مفرومه، اي كميه عندك مشي معاها المقادير وضعفي او قللي براحتك. بصلايه مفرومه، فصين من الثوم، واحد فلفل رومي مفروم، معلقه كبيره من الطحينه. احنا هنزودها بقى، نخليها تلت كوبايه او ربع كوبايه على حسب واحنا شغالين، هقول لكم الكميه بالظبط. التوابل بتاعتي ملح وفلفل، بهارات، بابريكا وبطاطس، ويدجز، فلفل الوان وبصل، قرن فلفل حامي مفروم، وشويه الطحينه زي ما قلنا ربع كوبايه، وبطاطس متقطعه ويدجز كده زي اللي انتم شايفينها دي. ادي اللحمه بتاعتي والبصل. استنوا كده هقول لكم المكونات اللي هتتحط في الكفته والحاجات اللي هتتحط في الصوص. ادي اهو، بصوا بقى، عندي البابريكا وهنا بزودها عشان تديني لون يعني احمر حلو، وعندي شويه فلفل اسود، شويه ملح، وبهارات لحمه حوالي مثلا نص كيلو معلقه صغيره، والبصل، وقرن فلفل حامي. تمام كده، تمام جدا. ضربا مبرحا بقى، يعني انا عايزه ان انا اعمل ميكس للحاجات دي كلها مع بعض. عايز تديهم ضربه في الكبه ماشي برضو، يعني براحتك، بصي اللي عندك اشتغلي بيه. اهو نعجنهم كويس قوي مع بعض، اهي شايفين شكلها حلوه جدا وجميله، والخضار عندي الفلفل باين كده والبصل. عايز تحطي فص توم ماشي، يعني في عجينه كفته ممكن احط فص واحد توم، وبرده ده بتاعك انت. يعني دايما بقول لكم شيلوا وحطوا على حسب ما انتوا عايزين. تمام جدا، نشكلها بقى مع بعض. ممكن تشكلوها زي الكوبيبه يعني برضو بتاعتكم. انا هعملها شويه يعني صوابع كده صغنونه، ما تصغروهاش قوي لان هي هتكش في الفرن، فعشان ما اعملهاش صغنونه قوي اهي. شايفين شكلها حلو قوي، والمقاس ده بالنسبه لي لطيف. بصوا انا عايزه اعملها كده كمان، شكلها بقى احلى لما اتبططت كده، شكلها بقى احلى. نكمل بقى باقي الكميه ونمكس الخضار. الخضار ده بقى اقدر ان انا احط فيه اي حاجه بحبها، بس بصراحه انا جربتها بالميكس ده اللي هي البطاطس مع الفلفل والبصل، طلع احلى حاجه. فهو بطاطس وفلفل الوان، او ممكن تحطي فلفل بلدي الرومي بتاعنا لو انت مش عايزه تعلي التكلفه للفلفل الالوان، برده هتبقى لطيفه جدا. دي اهو بس كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا انا عندي مجموعه الخضار اهي زي ما انتم شايفين، هنخلطه في الطاجن مع شويه زيت وتوابل بسيطه، وتبقى كل حاجه عندي ماشيه زي الفل. بصوا بقى ادي عندي الطاجن، شيل بس الميه من البطاطس. ادي عندي البطاطس، تمام، فلفل رومي متقطع، انا حاطه اتنين فلفل، يعني فلفل متقطع وفلفل تاني بالتقطيع الجوليان دي. كام فص توم، ممكن لو انتوا تحبوا طعم التوم قوي حطوا التوم مفروم، لكن انا بالنسبه لي عايزه اخد طعم التوم من غير ما يبقى قوي جدا، فبقطعه كده يعني بفصصه وبحطه على طول. والبصل، ونقلب كل الحاجات دي مع بعض. عايزه اقول لكم بقى شويه الخضار دول بالدنيا كلها بيبقى طعمهم روعه، وبيبقى شارب كده من بقيه التتبيله. طب انا متبله الكفته عندي فيها ملح، فهزود هنا الملح، بس اراعي ان الكفته لسه هتنزل ملح. شويه فلفل اسود كده وشويه زيت، اي زيت موجود بقى، زيت زيتون، زيت ذره، زيت عباد، عايز تحطي حته سمنه براحتك. ونقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي. شويه خضار يفتحوا النفس ازاي، وما اعتقدش ان في مكون من الحاجات اللي احنا قلناها دي هيبقى صعب عليكم ان انتوا تلاقوه. يعني دايما بحاول اراعي ان اللي يتفرج على الحلقه ما يلاقيش حاجه مش موجوده، يلاقي ان لا البطاطس موجوده، الفلفل موجود، اللحم هنزل اجيب حتى ربع كيلو، مش لازم كميه كبيره، ممكن ازودها ببقسماط، ببرغل، بفول صويا، باي حاجه في الدنيا، لكن التتبيله عندي هتبقى مظبوطه على الشعر. فانا هبتدي ارص الكفته. طبعا احنا بنملى الطاجن، يعني اللي هو الكفته بتبقى عليه كلها. بصوا والله طلعت قدها،
وعايزه اقول لكم الطاجن سهل وسريع وطعمه بيبقى حلو وريحته حلوه. قبل ما يستوي الريحه عندي حلوه جدا. طب هعمل الصوص، مش هعمل اي حاجه تانية لحد ما ايه تشوفوا فكره التكوين. بصوا بقى، ربع كوبايه من الطحينه، وكوبايه مثلا وشويه من الميه. ودي مش مكتوبه عندكم بس دي ايه بنات افكاري كده لسه جايه حالا. الله بصوا اللون، طب والله لونها حلو. شويه صلصه، بصي دي الاضافات بقى اللي بتكلم عليها. وانت واقفه كده تيجي حاجه في بالك اعمليها، يعني ما تخليش في نفسك حاجه ابدا. نظبط بقى فلفل اسود وملح، وهرفع دلوقتي بمعلقه كده اوريكم القوام بتاع الصوص بيبقى عامل ازاي. بصوا كده، اتقل من الميه بشويه. انا كده ده بالنسبه لي فوق المثال. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ بصوا معايا، تعالوا كده نشيل حاجتنا عشان ننزل بقى بالصوص ده، ينزل ياخد الخضار واللحمه والدلع والحاجات الحلوه دي وتستوي منها فيها. ما تاخدش وقت على فكره في النار، يعني في الفرن ممكن نسويها على البوتاجاز، بس انا حطاها في بايركس، مش هينفع ان انا اكيد احط البايركس على البوتاجاز. اهو بقى ركزوا بقى في الخطوه الجايه دي. على لو في حتى كفتايه ما جاش فيها نعمل كده فرشه. بص بقى الجمال اللي تحت ده، ونعمل كده عشان كل كفتايه تتغلف بالطحينه. هنعمل ايه بقى؟ هقفلها بورق فويل عشان عندي خضار محتاج يستوي. نعملها كده وادخلها فرن سخن على 180، بتاخد حوالي 25 دقيقة. وبعد كده بكشف الورق الفويل، بديها تحميرة بسيطة. ممكن تخلي مثلا التحميرة دي اختياري، ممكن تعمليها وممكن لا، يعني براحتك خالص. بدخلها على الرف الوسط، مش بدخلها على الأرضية الفرن عشان الخضار بتاعي ما يتلساش او من تحت يعمل قشرة ويبقى معايا مش حلو في الاخر. احنا عمالين نقول وصفة حلوة وسهلة وسريعة، فعايزين نظبطها لاخر مرحلة فيها.